السلام عليكم. وصفتنا لليوم بريوش لفة الصوف. بدنا نحشيها بحشوتين حلو ومالح، بدنا نحشيها بالشوكولا والجبنة، وبتطلع معنا العجينة هشة وطرية مثل القطن، بطريقة كتير سهلة وبسيطة وسريعة. هلا بنروح طريقة التحضير. منبلش بسم الله. عندي هون نص كوب حليب 125 ميلي طبعا دافي، عندي هون نص كوب مي دافي كمان، عندي هون ربع كوب سكر شي 50 جرام، عندي هون بيضة طالما عنا بيض بنحط معلقة صغيرة فانيلا، عندي هون ظرف خميرة شي معلقة كبيرة تقريبا هي شي 7 جرامات، عندي هون ربع كوب زيت شي 50 ميلي طبعا زيت نباتي. هيك دابت عندي الخميرة مزبوط. عندي هون طحين بدي احط عليه هون نص معلقة صغيرة بيكنج باودر ونص معلقة صغيرة ملح، بخلطهم وبننزل الطحين طبعا ومنخلي شوي، بس هيك خلطنا شوي بننزله على الطاولة. بتعرفوا دائما بقول لكم هاي الحركة مشان ما يصير يلزق معنا كتير على ايدنا، هيك بصير العجن اسهل عليكم مشان ما يلزق كتير مباشرة. يلا هلا بنعجن. انا هيك بس خلطتها، شايفين بس لساتها عم تلزق. هلا بدنا نروح التلزيق من ايدنا، بدنا ننعمها بزبده. عندي هون معلقتين زبده هيك شي 30 جرام تقريبا، طبعا زبده طريه لازم هلا نعجنها كثير منيح، ندخلها بقلب الزبده بقلب العجينه. طبعا هيك صارت عندي العجينه، طبعا لازم نعجنها مو اقل من 10 دقائق. شايفين اذا عندكم عجانه طبعا بتوفروا على حالكم وقت وجهد، شايفين لازم تكون معنا العجينة هيك كتير طرية وكتير هيك مطاطية، شايفين ما بدنا يكون ناشفة. طبعا بالنسبة لكمية الطحين انا حطيت 500 جرام تقريبا شي 3 اكواب ونص، طبعا انتم بتحطوا شوي شوي وتراقبوا العجينة طبعا لان في بيضة كبيرة وفي بيضة صغيرة. يلا هلا انا بدي اقسمها بالنص هيك تقريبا، بنحاول يكونوا قد بعضهم، بنحط نقطة زيت هيك بالزبدية نغطيها نحطها على جنب مشان نسوي الثاني. هلا الجزء الثاني اللي ضل عنا بنحط هيك شي معلقتين صغار كاكاو، طبعا احنا من نعم نعجن بنشوف قديش اللون بيطلع معنا، طبعا كاكاو خام ما يكون فيه سكر ابدا، بحط هيك نقطة حليب كمان معه، يعني بتعرفوا هو الكاكاو عبارة عن طحين مشان ما تصير معنا ناشفة العجينة. هلا بعجنها مع بعضها. شايفين هيك صارت عندي تمام؟ طبعا انا حطيت معلقتين كاكاو ومعلقة حليب، طبعا حسب نوع الكاكاو اللي عندكم. هذا هو لازم يطلع معنا نفس الطراوة الأولى. حط كمان هيك شوية زيت نقطة، بغطيها حطهم مكان دافي، حطهم اثنيناتهم لحتى يخمروا. أنا عندي هيك العجينتين اختمروا، شوفوا ما شاء الله. أخذوا طبعا وقت بقى معي ساعة ونص، طبعا أنتوا حسب المكان اللي بتحطوه. يلا حطي كرشة طحين. نزل الخميرة العجينة، نزل العجينة هيك. طبعا هون نحن ما لازم نرجع نعجنها أبدا، أنا بدي أقطعها على 4. رح أقسم هي نفس الشيء.
دائما بنريح العجين قبل ما نشكله، نغطيه طبعا عشان ما ينشف وجهه، بنريحه هيك شي 10 دقائق قبل التشكيل. هلا نبلش ناخذ اول وحده، طبعا بتكون ارتاحت معنا، رش شوية طحين. شايفين هيك السمكة؟ ما بدنا نرقها كتير رقيقة، بس هيك من هون شوي بعرضها مشان وقت بدي اكفها. طبعا انا هون محضرة جبنة، ممكن تستعملوا اي نوع جبنة، انا هون مستعمل جبنة موتزاريلا، ممكن جبنة دهن، اي جبنة متوفرة عندكم طبعا بيصير. بحشية جبنة نسكرها هيك شوي مشان ما يطلع على الاطراف. عندي هذا الطرف الثاني بدي اقطعه هيك كتير رفيع، ونلفهم هيك. تمام شايفين لفة الصوف هيك؟ تمام. انا هي بدي احشيها شوكولا، طبعا شوكولا دهن، اي شوكولا متوفر عندكم. باخذ لك شي معلقة، طبعا ممكن تحشوا اي شيء بدكم، مكسرات، فواكه مجففه، كريم باتيسير، كله بصير. كمان اسوي هيك شوي، سكرها مشان ما تطلع. بسويهم هيك كتير رفع هيك. تمام هيك صارت جاهزة. أنا عندي هيك الصينية قطرة 25 سنتي، طبعا وحاطط لها ورق زبدة، ودهنتها بورق بزبدة كمان، أو بسمنة كمان بصير، أو بزيت كمان بصير. هلا بدي أصفن. هيك صاروا جاهزين. هذا لازم أغطيهم أنا وخليهم يرجعوا يتخمروا مرة تانية. عندي هيك العجينة خمرت وتضاعف حجمها، شايفين ما شاء الله قديش تضاعفت. أنا عندي هون حاطة بيضة وشوية حليب وشوية فانيلا مشان الزنخة، أو إذا بتحبوا تحطوا شوية خل كمان بصير. ادهن وجهها هيك شوي. أنا عندي هيك جاهزين، طبعا أنا هلا بحمي الفرن على الحرارة 200، وبشغل بالبداية من فوق ومن تحت، إذا شفتوا أخذ لون من فوق ولسا من تحت ما استوى، منطفي من فوق مخليه يكفي من تحت، وبس يطلع بنشوف قديش بياكل معنا وقت بالضبط. أنا عندي هيك استوى، أكل معي وقت أنا 28 دقيقة، طبعا أنتم بدكم تراقبوا فرنكم، هي سخنة هيك بحط عليها معلقة زبدة، بمرق عليها هيك مشان تصير طرية. هيك تمام. برجع بغطيها مشان تحبس البخار جوا ويضل عنا طري. استنى هيك كم دقيقة قبل ما نقطعها. أنا خليته هيك شي 10 دقايق. هلا بدنا نطالعه من القالب، شايفين ما شاء الله. شوف الطراوة، شايفين ما شاء الله، ولا أحلى من هيك. هلا لازم نقسمه، فرجيكم قلبه من جوا كمان. بسم الله. شوف اول الشوكولا، شايفين ما شاء الله. شوفوا العجينة، جد ولا احلى من هيك. شوفوا قلبها، كتير هشة وكتير طرية، شايفين ما شاء الله. هلا بدنا نشوف الجبنة، شوفوا قديش طري ما شاء الله، جد عجينة كتير حلوة. شوفوا الجبنة، يعني ولا أحلى من هيك.
جد روعة. بتمنى انكم تجربوها. بتمنى طبعا اذا عجبتكم ما تنسونا حطوا لنا اعجاب واشتركوا بقناتي اذا ما انكم مشتركين. واهلا وسهلا بالجميع، والسلام عليكم.